طبعا احنا عايشين هانا مع غنمنا كلنا مصدر رزقنا هانا، بصير مضايقات من الجيش الاسرائيلي ومن الاداره المدنيه. طبعا دمروا لي بيوت الجيش 3 مرات، اول مره في واحد في 11 واحد دمروا لي 8 بيوت، بيوت سكنيه وحبار اغنام وبير مي، وعدت كمان بنيت على كمان مره، رجعوا كمان في 12/5 عاود هدول اياها كمان مره. طبعا كمان يمكن هني كمان 8 بيوت، عدت بنيت كمان 4 خيام غير ما قدرش ابني بلوك. طبعا عدت كمان ما بنيت 4 خيام عاود هدول اياها كمان مره في 1/6. والله بالنسبة للأولاد يعني وضعهم صار في رعب على طول دائم، يعني حتى البنت الصغيرة هذا أصغر واحد هي يوم صارت تشوفهم صارت تقول هيو توب أجوا هدون لدارنا، يعني يوم تشوفهم مرقين بس مع الطماجرد مع الطريق، يعني بخوف مستمر إنهم عاود يجوا هدونا كمان مرة.